طيب أين ذهبت هيبة بكين؟ هذا هو السؤال الذي يتردد الآن عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي في تايبي بتايوان الثلاثاء في زيارة مهمة لدعم تايوان على الرغم من تهديدات الصين بالانتقام. كانت بيلوسي في تايبي، هذه أول زيارة لرئيس مجلس نواب أمريكي منذ 25 عاما. هذه الرحلة لم تكن مدرجة أصلا في برنامج زيارة بيلوسي إلى آسيا، لكن التوقف نوقش لمدة أيام. الإدارة الأمريكية قالت أن هذا الخيار هو خيار بيلوسي نفسها، وتحذيرات الصين هي التي وقف عندها الكثيرون. يعني تحذيرات الصين قرأنا كثير من التصريحات، كانت الصين حذرت من التأثير السياسي الفظيع لزيارة بيلوسي قائلة إن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي. وحتى الرئيس الصيني في آخر اتصال له مع جو بايدن قال لواشنطن لا تلعبي بالنار. المسألة أن بيلوسي وصلت وطائرتها حطت في تايوان ولم يكن هنالك رد. وسائل إعلام صينية قالت بأن بكين تجيد لعبة الانتظار. طبعا لا تجيدها أكثر من العرب، إحنا لعبة الانتظار أسيادها لأنه سقطت عواصم وبلدان ومازلنا نستنوا في الرد. ولكن بكين قالت بأنها لن تمنح حبل النجاة أو طوق النجاة إلى واشنطن التي تبحث عن إنقاذ اقتصادها عبر الحروب. وهنالك تغريدات كثيرة تقول أين الرد الصيني، وكأنهم كانوا ينتظرون إسقاط طائرة نانسي بيلوسي بصاروخ صيني. المهم سوف نسأل أو نناقش هذا الموضوع مع الزميل الإعلامي المهتم بالشأن الدولي سليم بوزيدي معي عبر الهاتف. سليم مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور زميلي قادة وشكرا على الاستضافة. طيب سليم، وسائل إعلام صينية قبل قليل قالت أن بكين تجيد لعبة الانتظار، وعدة تحليلات وقراءات تقول هيبة بكين سقطت في الماء بمجرد وصول أو هبوط طائرة نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما رأيك في الموضوع؟ الحقيقة أنا لا أميل إلى هذا التوصيف بعد أن هيبة الصين سقطت في النار. وبالنسبة للتوصيف وسائل الإعلام الصينية الصين تجيد لعبة الانتظار، هو توصيف إعلامي صيني رسمي. لكن المهم الآن هو كيف نقرأ ما حدث اليوم. بداية قدم ما حدث اليوم بمعزل على موضوع الاشتباك الحاصل في أوروبا والملفات المتفجرة، والأمس كان في حدث كبير جدا وهو حدث لا يقل أهمية وخطورة على ما حدث اليوم، وهو تصفية أو قتل أئمة الظواهري، وبالتالي نحن أمام مشهد عالم متحرك. يمكن الإطلالة قادة على ما حدث اليوم من ثلاث مستويات، وكلها مستويات تقودنا إلى نتيجة واحدة، نحن أمام عالم ربما مختلف تماما. ما قبل العملية الروسية في أوكرانيا مختلف، وما بعد العملية الروسية هو عالم آخر. المستوى الأول نتكلم على أن هذه الزيارة وبالنظر إلى ما يحدث في أوروبا، يرى الكثير من المتابعين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن أدركت أن ربما أصبح وقعت لعبة الهاوية بمعنى أو حافة الهاوية، بمعنى أن التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية لصانع القرار في واشنطن وفي الكونغرس من أن بكين قد تستغل ما حدث في أوكرانيا ودخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية بغزو بكين إلى تايوان. وتايوان تعتبر خط أحمر بالنسبة للمؤسسة الأمريكية وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا خط أحمر؟ لأن إذا ما عدنا إلى التقدير الاستراتيجي الأمريكي منذ عقود وخاصة بالنسبة للديمقراطيين، الخطر الاستراتيجي الأول ليس روسيا وليس إيران وليس في الشرق الأوسط، التهديد الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. وواشنطن العملية لا تمتلك أي مجال للمناورة أو في الحقيقة للتهديد أو الدخول في اشتباك استراتيجي مع بكين إلا تايوان، هي الورقة الوحيدة التي لازالت بيد واشنطن والإدارة الأمريكية وحتى بالنسبة لصانع القرار الأمريكي في أن يضغط على بكين. وبالتالي خط أحمر أن يتم منح
بكين هذه الفرصة لفرض أمر واقع عسكري على الميدان. المستوى الثاني في التحليل هو أن بالنسبة للحزب الديمقراطي وبالنسبة لإدارة بايدن الديمقراطية هناك انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، وبالتالي صوت الناخب الأمريكي هو في تقريبا يميل إلى الجمهوريين، والحزب الديمقراطي معرض لنكسة انتخابية، وبالتالي سيفقد بايدن وسيفقد الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونغرس، وبالتالي سيكمل جو بايدن العنزة الانتخابية وهي شبه مشلول، وهو يمثل ربما إفشال للعهد الرئاسي الديمقراطي، وما سيمنح الحزب الجمهوري فرصة للعودة للبيت الأبيض. المستوى الثالث هو يتعلق بشخصية نانسي بيلوسي بحد ذاتها. اليوم قبل وصولها إلى تايوان قادة، نانسي بيلوسي نشرت مقال ناري جدا في جريدة الواشنطن بوست، لحقا تكلمت بلغة حادة تجاه الصين وهي لغة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. قالت أن الصين دولة ديكتاتورية، أن الحزب الشيوعي يمسك على الشعب الصيني، وأن الصين تقمع الإيغور وتقمع شعب التيبت، وبالتالي يجب على الحزب الديمقراطي ويجب على الأحرار كما قالت في واشنطن بوست أن يتحرك لإنقاذ شعب الصين. لكن يجب أن ننتبه أن كل الخطاب السياسي وهذا التهويل وما يحدث في صانع القرار الأمريكي والإعلام الأمريكي هو يقع تحت سقف جملة مهمة وهي جملة مفتاحية، وقد تشرح لماذا لم تنزلق الأمور لحد الآن لمواجهة عسكرية. كل ما يقال قادة في الإعلام الأمريكي والدبلوماسيين تحت مظلة أن الواشنطن لا زالت ملتزمة التزاما حرفيا بمبدأ وحدة الصين، وواشنطن لحد الآن كل ما يحدث طيب لا زالت لا تقيم علاقات دبلوماسية مباشرة مع تايوان. طيب الآن هذه الزيارة رسمية مع بكين، ولا تعترف بعلاقات رسمية مع صحيح. طيب هذه الزيارة تبدو رمزية. توماس فريدمان كتب مقال قال يا نانسي بيلوسي زيارتك رمزية، والصين قد ترد عليها برد عسكري صيني قد يؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة في صراعات غير مباشرة مع روسيا والصين المسلحتين نوويا في آن واحد. أيضا هل يمكن القول بأن واشنطن تراهن على أصدقائها وحلفائها الأوروبيين؟ فريدمان يقول أن الحلفاء الأوروبيون منشغلون بحرب وجودية مع روسيا بشأن أوكرانيا ونحن مخطئون. يعني الكثير قالوا لا لهذه الزيارة، فزيادة على العوامل التي ذكرت، ما هي التداعيات الآن والأثار التي يمكن أن تترتب؟ وبكين تقول سنرد بعمليات عسكرية محددة، يعني ما مصداقية هذا الكلام من وجهة نظرك؟ بالنسبة للعملية العسكرية القادة، أتوقع أن لن تصل إلى على الأقل في هذه المرحلة المباشرة، ربما لا تذهب بكين إلى غزو تايوان هذا، لكن يجب أن ننتبه أن ربما هذه أول مرة الإعلام العالمي والمتابع للشأن الدولي نحن أمام مشهد غير تقليدي، بمعنى تعودنا على الصراع الغربي الروسي، تعودنا على الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الصين هذا أول اختبار جيوسياسي واختبار استراتيجي واختبار من نوع الصدام الغربي الصيني، وبالتالي قراءة السلوك الصيني يجب أن نتكلم بكل تحفظ. صحيح أن التحليل وبالنظر إلى بنية المؤسسة السياسية في الصين وكذلك طريقة الاستراتيجية الصين في إدارة النزاعات تقودنا للقول أن نحن غير مقبلين لغزو عسكري، لكن فكرة أن الصين قد تتدحرج في الضغط على تايوان وربما الضغط بقوة على تايوان باستعمال أدوات عسكرية قد لا تكون بالضرورة هي عملية إنزال أو دخول إلى تايوان عسكريا، لكن سيكون هناك أدوات غير تقليدية في الضغط. لكن الأهم في تقديري قادة بالنسبة للرد الصيني سيكون في مكان آخر تماما، وهو أن الصين الآن قد أصبحت في حل من أي ضغط أمريكي، سيكون في مكان آخر، سيكون في تايوان، وبالتالي نعم سيكون في مكان آخر في تايوان تقصد؟ لا لا لا، في مكان آخر بالنسبة للضغط على واشنطن قادة. أوكي. نتوقع أن بالنسبة لبكين ستعلن عن حزمة من القرارات، قد يكون أول هذه القرارات في تعزيز التحالف المالي مع روسيا. الصين قد تزيد من احتياطي النفط الإيراني المتوجه إلى بكين. الصين قد تعزز من تعاونها مع بعض ما تعتبرهم الولايات المتحدة الأمريكية أعداء، أو في الحد الأدنى
خصوم، وبالتالي ستذهب الصين للاستثمار في هذه الأزمة. إذا ما لم تتدحرج ورقة الصراع إلى مزيد من الخطوات التصعيدية الأمريكية، ربما كما قال توماس فريدمان، وأنا لا أتفق مع هذا الكاتب الصهيوني الأمريكي، ولكن ليست هي خطوة رمزية، بالعكس هو جس نبض من الإدارة الأمريكية، ولا يمكن القبول بأن نانسي بيلوسي ذهبت إلى تايبي من دون موافقة البيت الأبيض صحيح. أو من موافقة الاستخبارات الأمريكية. طيب. ذهبت وتعلم أن لديها غطاء من قبل البيت الأبيض وأيضا غطاء استخباراتي صحيح. من قبل المخابرات المركزية الأمريكية. يبدو مستحيلا أنها ستذهب هكذا من دون موافقة أو تنسيق، حتى وإن قالوا العكس. ولكن بالعودة إلى ما قلت سليم أيضا عن شخصية نانسي بيلوسي، لأني أقرأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعني هنالك إشادة بشخصيتها على أنها تحدث الصين وغيره. بيلوسي هي من الصقور المعروفين ضد الصين صحيح. في الكونغرس صحيح. والتقت بمعارضين مؤيدين للديمقراطة والدلاي لاما، زعيم الروحي للتبت المنفي وغيره، وهؤلاء كلهم شخصيات لا تحبهم بكين. هذه الشخصية يعني تريد أن ترسم لنفسها ردود فعل عالمية. كيف تابعتها كإعلامي أيضا ردود الفعل حولها؟ وهي التي كسبت بعض الشخصية عندما وقفت الند للند ووجه لوجه مع دونالد ترامب في السابق كما تذكر سليم. صحيح أنه قاد الجانب الشخصي في ما يحدث في الأزمة الحالية، ونانسي بيلوسي كما قلنا في البداية هي شخصية ربما تعتبر شخصية حادة وشخصية صدامية وشخصية ترفع لواء مشروع الديمقراطيين، وهي تعتبر في يمين التيار الديمقراطي اليمين التقليدي. لكن يجب أن ننتبه أن تحركات نانسي بيلوسي وهي بهذه العقيدة الإيديولوجية المتصلبة، وإذا شئنا حتى بالنسبة لموضوع دعم إسرائيل والسيطرة، وبالتالي لا يجب أن نغالي كثير ونعتقد أننا أمام شخصية قيمية ولديها مبادئ أخلاقية، بالنهاية تمارس السياسة لكن بطريقة حدية. لكن حتى تحركات نانسي بيلوسي في تقديري قادة أنها لا يمكن أن تكون خارج إطار أولا التنسيق مع قادة الحزب الديمقراطي، وبالتالي مهما كانت آراء نانسي بيلوسي وتوجهاتها الشخصية الأيديولوجية فيتحرك ضمن مؤسس الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو أكثر الأحزاب التي يجيد المناورة والتحرك في الهوامش الضيقة أكثر من الجمهوريين الذين يميلون للصدام. وبالتالي لما توقع أن الجانب الشخصي هو الحاكم في تحركات نانسي بيلوسي، نانسي بيلوسي تحركت فيما هو متاح لها ضمن المناخ السياسي الأمريكي، وهم يقولون أن نانسي بيلوسي وجهت لها الدعوة من قبل تايوان، وبالتالي هي شخصية ليست تنفيذية، وذهابها إلى تايوان لا يعني أن أمريكا قد تراجعت على مبدأ الصين الموحدة. تحت هذا العنوان يمكن فهم صحيح. ما يحدث الآن لا يمكن أن نعتقد أن هي ذهابها فقط لأنها أرادت أن تلبي دعوة، ذهابها هو تعبير سياسي من واشنطن لبكين أننا لا يمكن أن نقبل بأن تتمادي أكثر وأن تستغل الوضع في أوروبا والصراع مع أوكرانيا لإفقادنا أحد الأوراق المهمة وهي ورقة تايوان. سليم بوزيدي الكاتب والإعلامي كنت معي عبر الهاتف معلقا على زيارة بيلوسي إلى تايوان، شكرا جزيلا سليم. شكرا. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود إلى أخبارنا الوطنية. لدينا شروع في توظيف معلمي الابتدائي معلمي الإنجليزية، ونسأل ماذا يحدث في بيت اتحاد العاصمة الذي يحترق.